تعزيزات عسكرية في الموصل لفتح محاور قتالية جديدة واستعادة باقي المناطق التي لا يزال تنظيم داعش يسيطر عليها. الأحياء الغربية للموصل شهدت قصفا مدفعيا عنيفا على مواقع داعش، فيما تواصل الطائرات العراقية والتحالف الدولي غارات دقيقة ضد التنظيم. مصادر عسكرية أفادت بأن الشرطة الاتحادية أرسلت قوات كبيرة إلى منطقة مشيرفة شمال غربي الموصل وفتحت جبهة جديدة في المحور ذاته. وحاول تنظيم داعش التعرض للشرطة الاتحادية عبر 4 سيارات مفخخة خلال الساعات الماضية، كما شهد محور جهاز مكافحة الإرهاب في أقصى غرب الموصل انتشارا على 4 أحياء جديدة. وبحسب محللين عسكريين فإن المرحلة المقبلة ستشهد دورا بريا وجويا أكبر للتحالف الدولي، خصوصا وأن المناطق المتبقية هي أحياء ذات كثافة سكانية عالية ستجعل تحرك أي قوات صعبا للغاية وتؤدي إلى خسائر كبيرة.